وجميع منصات على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان. نتابع معاكم الان لحظه اللطخ بالحكم في اربع قضايا قتل شهادتها محافظه الدهليه في الاونه الاخيره. هيئه المحكمه النهارده هتصدر الستار باللطخ بالحكم في تلك القضايا. لا انا فاهم، انا فاهم، بس هو زي ما حضراتكم شايفين المتهمين ممثلين امام هيئه المحكمه داخل القفص الاتهام. وهيئه المحكمه هتكون النهارده برئاسه المستشار مجدي علي قاسم رئيس الدائره السابعه في محكمه جنايات المنصوره، وعضويه المستشارين وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الجناني والمستشار وليد نبيل العطره وسكرتاريه احمد كمال وشعبان شمس الدين خفاجه، وهيكون معانا الحاجب السيد عبد العظيم بالدائره السابعه في محكمه جنايات المنصوره برئاسه المستشار مجدي علي قاسم في محكمه جنايات المنصوره. زي ما حضراتكم شايفين يعني القاعة بدأ تجهيزها للحظة النطق بالحكم، والمتهمين ممثلين أمامنا في قفص الاتهام زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا في أربع قضايا شهدتها المحافظة في أرجائها، اثنين في بالقاس وواحدة في مدينة النصر، ثلاثة في بالقاس، واحدة في كرة الحفير السيدة اللي قتلت بنت جارتها وعشان تسرق حلقها وحاولت إنها تلقيها في القمامة في قرية مجاورة، دي إحدى القضايا، وكمان الطفل يوسف ابن قرية الشوامي اللي خطف سبعة أيام واتقتل اترمى حي في البحر وعلى يد ثلاثه من جيرانه، كمان معانا قضيه الطفل ايهاب اللي اتقتل على يد مدرس الفيزياء اللي قطعه ثلاث اجزاء وكانت جريمه بشعه شهادتها محافظه الدقهليه. اما الجريمه الاخيره فهي ان اب وعياله يعني اتكتروا على جارهم وقتلوه. هيكون النهارده النطق بالحكم في اربع قضايا هتشهدها الدايره السابعه في محكمه جنايات المنصوره في برئاسه المستشار مجدي علي قاسم. بنتابع معاكم لحظة النطق بالحكم. متابعي فيتو في كل مكان، عندنا الدايره السابعه النهارده برئاسه المستشار مجدي علي قاسم رئيس الدايره السابعه، وهيئه المحكمه بتضم في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الكناني والمستشار وليد نبيل عطوه وسكرتاريه احمد جمال وشعبان شمس الدين خفاجه، وكمان هيكون معانا الحاجب اللي بينظم جلسه هيئه المحكمه السيد عبد العظيم. كمان زي ما حضراتكم شايفين معانا ان المتهمين ممثلين امامنا هنا في قفص الاتهام داخل القاعه وعلى استعداد لخروج هيئه المحكمه للنطق بالحكم في الاربع قضايا وجرائم قتل اللي هزت يعني محافظه الدقهليه بل جمهوريه مصر العربيه، قضايا كلها قتل لاطفال وطفله وطالب الشوامي وطالب كمان بالقاس اتقتلوا غدر بشكل مروع. يعني يمكن كنا متابعين معاكم القضيه من اولها وسمعنا مرافعه النيابه العامه. يمكن قضية الطفل الشوامي كان متهم فيها ثلاث قضايا، ثلاثة متهمين، اثنين من الرجال ويمكن كان فيهم واحد يعني يعتبر صديق العيلة وسيدة، هيتم النطق بالحكم عليها لأن كان تم إحالة أوراق المتهمين الاثنين للنيابة العامة للمفتي لأخذ الرأي في الإعلام. دي قضية الطفل الشوامي، وكمثل الحال مدرس الفيزياء تم إحالة أوراق للمفتي وهينطق النطق بالحكم فيه النهارده.
خلاص ايه؟ خمس دقايق بالظبط. لا لا خمس دقايق ونص ساعة. ما بيجيش حد الأخبار، ما بيجيش حد. فيتو. فيتو. ملهمة. ايه؟ يا لهوي على فيتو. مالها فيتو؟ هي فيتو ولا شوفي بتعملي فيها ايه؟ ان فيس. لا 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 بصراحة بصراحة هو الوحش. شغلي بصراحة هو الوحش. أتمنى إحنا مريض الكلام ده. لا وحش وحش أوي بجد يعني. ونكاكين. سيبوا الناس تتكلم يا جماعة. انا عندي فيتو وعندك صحه و 24 انا لايك ما ينفعش تقولي اسماء حاجه النت عندي كويس جدا هي دي طبعا يوم السبعه يا جماعه ما ينفعش والله ما هو اصل انا لايف ما ينفعش يزرع اللايف ايوه ده لايف شغال حبيبي انا مرحله شغال النت بس اللي مش شغال لحظات ويتم النطق بالحكم على المتهمين في الأربع قضايا القتل زي ما حضراتكم شايفين يمكن كنا متابعين قضية الطالب إيهاب أشرف اللي اتقتل على يد مدرس الفيزياء واللي اكتشفت النيابة العامة إن مدرس الفيزياء لم يتلقى أو لم يحصل على الشهادة بتاعته من الجامعة وإنه مدرس وبيدي دروس واستغل إن هو بيدي دروس واستغل استهدف الطالب بعد خسارته في الألعاب الإلكترونية وكان بيراود على إن هو بعد اذنك يا استاذ تعالى حتى تعالى تعالى اهو تعالى اهو زي ما حضراتكم شايفين احنا قاعه المحكمه النهارده يعني موجوده في الدائره السابعه بجنايات المنصوره وزي ما حضراتكم شايفين ان كثير حاضرين مهتمين على الحضور للجلسه المتهمين بقفص الاتهام وهيئه المحكمه على وشك الخروج للنطق بالحكم في الاربع قضايا ورا شويه يا جماعه معلش يا ساكت يا ساكت هو اللي قال راس قال قرب ورا البيت محدش يطلع قدام ورا لا انا ورا لقيت على البتاع انا ملتزم بالتعليمات Thank you.
زي ما حضراتكم عارفين مدرسة الفيزياء كانت اعترف باعترافات تفصيلية بالجريمة وانه ارتكبها وارشد على السلاح المستخدم والجثث اللي كان حاططها في اكتر من مكان. زيد السيد عبد الله محمد العرفي رنا محمد عبد النور محمد. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإجماع الآراء بمعاقبة كل منهم علاء حمادة محمود أبو زيد والسيد عبد الله محمد العرفي بالإعدام شنقا لما هو منسوب إليهما. ثانيا بمعاقبة رنا محمد عبد النور محمد بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليها والمصادرة وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة مع إرجاء الفصل في مصروفاتها مؤقتا. القضية الثالثة سمر محمد صابر أحمد. فين سمر؟ وفين رنا؟ أنت ما جبتش رنا هنا ليه يا ابني؟ رنا فين؟ أنت موقفة بعيد ليش؟ سمر محمد صابر أحمد. حكمت المحكمة الحضورية بإجماع الآراء بمعاقبة سمر محمد صابر أحمد بالإعدام شنقا لما هو منسوب إليها في حالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة مع إرجاء الفصل في مصروفاتها مؤقتا. أحمد حمدي عبد العاطي محمد يونس. مجدي حمدي عبد العاطي محمد يونس. بعد الاطلاع على المادة 381 قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إحالة أوراق الدعوة إلى مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما ينسب إلى كل من المتهمين أحمد حمدي عبد العاطي محمد يونس وحمدي عبد العاطي محمد يونس ومجدي حمدي عبد العاطي محمد يونس. وحددت جلسة
المنوس بلاهيما وحدادة جلست 25/6/24 ونطق بالخطة بعد الجلسة بعد الجلسة. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين الزغاريد والفرحة ملت القاعة بعد الحكم. عايز هي رنا كده خدت قول لنا انت النهارده كنت متخوفه من الحكم على رنا. رنا كده الحمد لله خدت جزاءها صح. الحكم عمل فيك ايه النهارده؟ ارتحتي؟ العدل كده سهل ربنا الحمد لله. الحمد لله. اكبر جائزه النهارده المؤبد ده اكبر جائزه النهارده. الحمد لله. الحمد لله. عندنا بعد اطلعوا بره بقى. ابو اهاب ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ابو عارفه والنهارده معانا موجود هناك للاسف مع حضرتك ما حضرتك الجلسه تحت يعني لكن الحمد لله اكيد وصلها الخبر دلوقتي ونحمد ربنا على كل حاجه. ان هي تيجي عشان طبعا هي وجدت كمان معايا النهارده لكن يعني الاجراءات الافتراضيه في المحكمه طبعا هم ادرى بشؤون ال يا استاذ احمد الفراج. استاذ احمد الفراج. استاذ احمد الفراج يا جماعه. استاذ احمد فراج مبروك. الحمد لله. انا قلت لهم ان يوسف مستنيكم في الاخره. محمد ابراهيم بس كده. الحمد لله. الف مبروك يا ايه؟ الف مبروك يا لا انا مش مبروك. انا مع اهل بلدي. الحمد لله. الحمد لله. والله ما زي ما حضراتكم شايفين القاعه الزغاريد دبت فيها والفرحه ملت الدنيا والكل يعني موجود مبسوط بالاحكام اللي صدرت النهارده بالاعدام للمتهمين واحاله اوراق القضيه الرابعه للمفتي. الحمد لله. الحمد لله. عبيد يوسف طبعا يوسف ابن قريه الشوامي ابن قريه الشوامي اللي اقربه اللي يعتبر عمه هو اللي انا حياته ويتم المساعده معاه. لا هو مش عمه. ابن عمه والده اللي ابن عمته. ماشي ماشي ماشي. انت فرحتك النهارده صله القرابه ما تخليش معانا النهارده بالمتهمه الثالثه. ايوه طبعا تبرأ نفسها من أيوة اللي حصل. ايوه 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 كانت بتحاول تستعطفكم يا فندم او تستعطف الحقيقه لما كانت بتقول انا بحاول تستعطف المحكمه. احنا ما تعاملناش معاها خالص. لو تعاملنا معاها والولد عايش كنا ادينا لها ما تحلمش بوقها. كانت جابته عايش. كانت جابته لما قالت ان انا كنت كان مأمن لي وكان بينام في حضني يا اساتذه وكان بينام في حضني بره بقى. جابته لنا بره بقى. ولما قال له لما جم يرموه في الميه وقالوا له عايز اشرب الكلب اللي اسمه عليه ضرب القلم ورماه في الميه عايش والفيديو موجود. ده كان علامات منها هي عارفه كانت عارفه. المؤبد ده فرحه المؤبد ده قد الاعدام 10 مرات. الاعدام حق ربنا اما المؤبد ده حق قلنا كنا في حاجه. خلينا نتكلم عن النهارده ان والدته طبعا يعني الجهات الامنيه لها وجهه نظرها في مين يحضر ومين ما يحضرش عشان عدم الشغب وكده. نحترم طبعا مجهوداتهم ونقدرها. النهارده المتهم كان بيحاول ان هو يغير اقواله مازال زي ما بيحاول من الاول بيحاول يضلل هيئه المحكمه ويضلل الراي العام لازم يوصل لحاجه زي كده. ده مجرم ولازم ياخد عقابه وربنا هو الحق. من هيئه المحكمه مش هتنطلي عليها الحاجات الخبيثه دي مهما كان. زي ما حضراتكم شايفين يمكن قاعة المحكمة النهاردة كانت شكلها
تابعتوا معانا النهارده في مبروك على الحكم النهارده. تقولي ايه بقى الحكم النهارده؟ انا يرتاح ربنا يرحمه. كان حفيدك الاقرب ليكي زي ما قلت لي قبل كده. اغلى حاجه في الدنيا. تقولي ايه للمتهم النهارده؟ اقول ربنا ننتقم منه كمان وكمان ونشوف فيه وفيه كمان اللي هو عمله وقطعه ده اهو. لحد النهارده كان المتهم بيحاول ان هو يستعطف المحكمه. بعد ده كله ننتقم منه ربنا. احنا كل حاجه نقولها حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي نقدر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه يا رب. شفتيه غدر بإهانة. غدر مش أي غدرة. ربنا يرحمه برحمته ينام ويرتاح. يمكن كلمات جدته اللي بتختم بيها الكلام بتاعها ومش رأي كلام تقوله غير انه يعني ربنا يرحمه وهو النهاردة هينام ويرتاح بعد اسدال الستار في القضية والنطق بالاعدام على المتهم.